نتمنى عودة الأمن والأمان لهالبلد، نتمنى عودة الوضع الاقتصادي كما كان بالأول. نتمنى للبلد عودة الأمن والأمان وعودتها إلى تاريخ 2010، حيث كان المواطن السوري ينعم بمتطلبات الحياة، وكنا محسودين من كافة الدول المجاورة لنا من رغد العيش. نحن كأبناء سوريا نتمنى لسوريا التقدم والازدهار، ونخلص من هالمشاكل اللي عنا، وعودة المهجرين إلى أراضيهم، إلى رزقهم، إلى أرضهم، وإن شاء الله تعالى بيعم السلام على سوريا وعلى قائد سوريا وعلى جيش سوريا كلياته. الله يفرج على البلد ويكون سنة خير جديدة، وتحقق الأمن والأمان، ورجع مثل الأول، ورجع كل واحد لبيته ولبلده، والله يديم المحبة مثل الأول وزيادة. نتمنى لسوريا ولشعبها ولقائدها ولجيشها عودة الأمن والاستقرار والطمأنينة لهذا البلد الغالي السوري. سوريا بلد المحبة والسلام. أول شيء نتمنى بإذن الله تعالى أنه يعم السلام بربوع وطننا بالكامل، ونتخلص من العصابات الإرهابية وكل المرتزقة بفضل تضحيات بواصلنا الجيش العربي السوري. نتمنى أن يكون عام 2021 هو عام الأمان وعام الاستقرار وعام الرفاه للشعب السوري، لأنه الشعب السوري يستاهل كل خير. نتمنى السوريين أن يعم الأمن والأمان ربوع سوريا الحبيبي بكاملة، مطهرة كاملة بكامل تفاصيلها، سوريا العظيمة، سوريا مهد الحضارات.